أما القيادي في قوى الحرية والتغيير عمر الدجار رئيس حزب المؤتمر السوداني فقال إن الاتفاق يفتح الطريق أمام تشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية. وأوضح الدجار أن أولويات الحكومة الانتقالية هي الاهتمام بقضية السلام ومحاسبة قتلة المتظاهرين الذين قضوا أثناء فترة الاحتجاجات. بعد 30 عاما من حكم الإنقاذ العضوض استطاع السودانيون إثبات الحقيقة التاريخية الراسخة، وهي أن جذوة الحرية والكرامة لا تموت وإن تراكم عليها الرماد. استطاعوا عبر حراك ثوري باسل وحضاري وسلمي أن يكسروا القيود ويفتحوا الأبواب لأنوار الحرية. يحق للسودانيين أن يحصدوا ثمار غرسهم الذي سقوه بنضالهم وصمودهم ودموعهم ودمائهم. يحق للسودانيين أن يرنوا الآن بأبصارهم إلى وطن جديد، وطن يشبه ثورتهم ويليق بنبلهم وعظمتهم وشموخهم. هذا الاتفاق يفتح الطريق لتشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية، والتي ستباشر تنفيذ برامج الإصلاح في فضاءات الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ستكون من أولى أو من أهم أوليات هذه الحكومة هو الاهتمام بقضية السلام والتحقيق المستقل الشفاف للكشف عن قتلة الشهداء ومحاسبتهم. نأمل أن يكون تشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية بداية عهد جديد يتراجع فيه اليأس أمام زحف الأمل، وتنتصر فيه السنبلة على أسراب الجراد. نتمناه عهدا جديدا نحترم فيه تنوعنا وننجز فيه المصالحة الوطنية ونتمسك فيه بوحدتنا ونتسلح فيه بالوعي ونشحذ إرادتنا الجماعية من أجل العبور إلى وطن جديد، من أجل حياة كريمة للناس، في معاش، في صحة، في أحلام. نتمناه عهدا نسكت فيه وإلى الأبد صوت البندقية، ونهدم فيه وإلى الأبد زنازين الاعتقال التعسفي. نتمناه عهدا بلا أطفال جوعى ولا مرضى يموتون لعدم الاستطاعة من شراء الأدوية المنقذة للحياة. نتمناه عهدا نودع فيه مرة وإلى الأبد متوالية العجز والفشل والتراجع التي وسمت مسيرة الحكم الوطني في السودان. الرحمة للشهداء والتحية لهذا الجيل الذي خرج من رحم تاريخ جريع، ولكنه عقد تحالفا مع الشمس وتمكن من زحزحة الباب العملاق الذي يفصلهم عن الحرية. المجد لشعبنا العظيم، والتحية لكم.